مساء الخير او صباح الخير حسب الوقت اللي انتوا شايفيني فيه دلوقتي. اكيد انتوا مستغربين وبتقولوا ايه اللي مع الراجل ده. هقول لكم، اصلا انا كده وانا ماشي في الشارع شفت حاجات غريبه، شفت ناس مورمه طالع لهم مجنص هنا ومجنص هنا ومجنص في قفاه من الغل والحقد، ومستكتر على الناس رزق ربنا. فدي يا جماعة اسمه ورق خروع. الراجل بقى اللي مورم وطالع له خراش في قفاه وفي لا مؤاخذة هيقطع الورقة دي كده ويبلها بريجو ويلزقها على قفاه، ماشي، او يلزقها على الحتة اللي فيها الخراش. فدي زي التماوي تمام، هيفضل ينغر لحد ما ياكل الدمل او الخراج لا مؤاخذه ويصفيه، ولما يصفيه يمكن نيتك تصفح للناس. سيب الناس في حالها، انت مالك ومال الناس؟ تربني هو اللي رزقهم مش انت. ايه، وبرضه في معلومه، ودي البذر، تاخد لك بذرتين تزرعهم علشان لو خراجك لا مؤاخذه ما صفاش من اول لزقه تبقى ايه البذر ده يطرح ويطلع في بيتك شجره كبيره. اصل انا عارف خراريجك هتبقى كتير، تمام، وكل ما الشجره تطرح تاخد الورق وتلزقه على قفاك عشان ربنا ان شاء الله، يعني ان شاء الله يوقف فطولك ويصفي نيتك ويصفي خراريجك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا ابو خراج. انت ايه يا ابو خراج؟ صف نيتك لله.